السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سيرشاك. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده اوريكم معادلة سويتش من المعادلات الجديدة اللي هي ظهرت في الفيرجنز او اصدارات الاكسل من اول مثلا 2019، ما اعتقدش ان هي موجودة في 2016. اسمها سويتش اهي ثواني سويتش، تمام. كلمة سويتش يعني تحويل. سويتش دي عاملة زي افس او اف اللي هي معادلة افس. في حاجة برضو معادلة اسمها افس، دي جديدة برضو في الاكسل، برضو من جديد، برضو من حوالي من 2019 برضو. دي بتعمل ايه؟ دي بيقولك لو لقيت كذا اعمل كذا، لو لقيت كذا اعمل كذا بالظبط. يعني لو لقيت مثلا كلمة 50%، ده المثل اللي احنا جايين عليه. احنا بنقول ايه؟ لو لقيت 50% اديله مقبول او ضعيف، لو لقيت 60% اديله مقبول، لو لقيت 70% اديله ما اعرفش ايه، وهكذا. هوريك دلوقتي ايه المعادله دي بتعمل ازاي. بص، هنروح بيساوي سويتش اهي، سويتش الاكسبريشن بيقول لك انت عايز المكان فين بالظبط. انت هتقول له اللي هي المعادله دي، او اللي هي قصدي الخليه دي. بعد كده في الفاليو اهي هتدوس كوما. الفاليو بقى بيقول لك ايه؟ لو الفاليو دي 50%، يعني بيقول له ايه؟ لو 50% الريزلت دي اللي هي النتيجه، هتقول له خليها لي ضعيف اهو، او ضعيف كده، ونروح عاملين كوما. طب نعمل واحده كمان. بيقول لك لو مثلا 60% اهو، لا تكتب برضو 60%، هتبقى ايه الريزلت؟ اهي الريزلت، اهي هتبقى الريزلت ايه؟ ثواني بس اشدها دي تحت كده عشان تبقوا شايفين. الريزلت هتبقى ايه لو 60%؟ هتبقى مثلا مقبول، كلمة مقبول. ونقفل الكوز ده اهو. وبعد كده لو 70%، نكتفي لحد 70%، 70% هتكون جيد مثلا، جيد اهو جيد. ولازم اي كلمة يا جماعة تتحط ما بين كوتيشن، دبل كوتيشن اللي هما الشرطين دول، هو شيفت اعتقد طه. ونروح عاملين كده، وبعد كده نقفل القوس اهو مفتوح اهو، يبقى نقفل القوس اهو، ونروح دايسين انتر اهو. 50% جابها لي ضعيف. لو انا جيت سحبت المعادلة كده لحد الاخر اهو، ضعيف 50%، 60% مقبول، 70% جيد جدا. طبعا لو كنت كملت كانت هتبقى 90% وهكذا. لكن لو انا كتبت 30% مش تظهر، لان هي بيقول لك حاجه بالظبط. لو 50% يبقى ضعيف، او مثلا 1 بيساوي شهر يناير، 2 بيساوي شهر فبراير، وهكذا، مفيش اي تعديل فيه. فدي هي دي معادله سويتش. بس كده يا جماعه، هي دي معادلة سويتش، واتمنى تكونوا استفدتوا منها. دي برضو بتفيدني شوية برضو في حاجات كده معينة، اللي انا ببقى عايز حاجة بالظبط بالظبط هي دي اللي انا عايزها. بس كده، شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة سيرشاجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.